تحية تتواصل مرة ثانية متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وأبو ثاني مايد بن ثاني بن مبليش الفلاسي رئيس ميدان الهباب يعلن عن حركة الشوط الرئيسي الشوط الأول الشوط الحساس لأبناء القبائل انتقلنا من هجر أصحاب السمو الشوق حفظهم الله ورعاهم إلى الشوط الأول لهجر أبناء القبائل يندفع بفئة اللقاية المحليات الأصايل ونحن نرحب بهذا الشوط نرحب بهذه الشعارات مع الخمسة كيلو مترات وميدان الهباب هو من يفتح أبواب يستقبل هذه الهجن نرحب بالمقدمة الشاهينية علي بن سالم بن سليم من يسجل الشاهينية في هذا الشوط وحيشة على المركز الثاني سعيد بن الصغير بن قنون من يأتينا على ثاني المراكز أما المركز الثالث منصورة سلطان بن عبد الله بن دميثان المركز الرابع الوصول من هملولة سالم بن حمد الشيباني في رابع المراكز نقلة تالية إلى المركز الخامس نشوف المركز الخامس فهنا هملولة علي بن سلطان بن رشيد يسجل هملولة هذه المزيونة مع هملولة حاول خطط تابع راقب شوف خطط لهذا الشوط لأن الشوط خطير شوط حساس نعم نحن بدينا بالإثارة يلا استعدوا يا جماعة دقت ساعة الصبح حالة الطوارئ عندنا حالة الطوارئ الكيلو الأخير أشوف من هجم بالرفيعة قادم والجماعة بدوا بالهجوم بو ثاني وصل الله الله ولكن بن سليم مع الشاهينية ما زال يصارع ما زال في المقدمة لا خلاص الناموس عندك يا علي خليك على هذا المنوال خلنا نسوي هاي الحركة ولكن بالرفيعة يا ينكب يلا يا بن طويري بالرفيعة ولكن بن سليم بالبرصاد يا بالرفيعة الله هجوم خطير أمريكي هذا هجوم أمريكي ما ينصد ولا ينرد راح يا ولد الله عليك الله ما شاء الله تبارك الله الشاهينية عبد الله بن مطر بن محمد بالرفيعة أول إذاعتنا كان في 13 والآن أصبح رات ولكن ياك مرة ثانية ياك رابع الله مرة ثانية ما ترضى بالهزيمة ما ترضى إلا أن تكون راس نعم انسحبت ولكن عادت بهجمة مرتدة قوية وقول لأهل المدام قول يا بن سليم قول الناموس يا بن سليم نهني علي بن سالم بن سليم الثاني بالرفيعة هرد لك نقول لك والثالث الشيباني الرابع من طويرش والخامس سالم بن محمد ضبيعة السادس وصلنا سعيد بن صغير بن قنون هذه النتيجة تهانينا والناموس للعلي بن سالم بن سليم على هذا الفوز المستحق مع الشاهينية اللي قام الطفر وانتهى الطفر